رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه أن من علامات الساعة آية انتفاخ الأهلة. وحين سأله عن معنى ذلك قال: يرى الهلال لليلة، فيقال هو لليلتين، فكيف ذلك؟ إنها آية الإدراك، فقد أدركت الشمس القمر، وولد الهلال من قبل اقترانه بالشمس في منزلة المحاق، وهذا أمر يستحيل حدوثه، إلا أنه حدث لأنه شرط من أشراط الساعة الكبرى. من شهر أبريل لسنة 2020، حمل الكثير من التفصيل حول ما يجري للقمر من إدراك وولادة من قبل الأوان، وتحذير شديد ووعيد للذين أعلنوا غرة شهر رمضان من دون أن يتحروا رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 30 من شعبان. هذا اقتباس من البيان يقول فيه الإمام: وعليه فإني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين، أعلن ليلة النصف لشهر رمضان بحسب الإدراك مساء يوم الأربعاء ليلة الخميس، وبسبب الإدراك الأكبر سوف تجدون القمر البدر يغرب في ميقات الظل بسبب الإدراك الأكبر بعد صلاة فجر الخميس بتوقيت عاصمة الخلافة الإسلامية صنعاء، وكذلك في جميع الدول إلى الغرب من اليمن حتى طلوع الشمس، ذلكم لكي تعلموا أني أعلم من الله ما لا تعلمون. وعليه ولأهمية ما جاء في هذا البيان والبيانات الأخرى التي لحقت، فإنه براءة للذمة، وجب علينا تحذيركم من القادم القريب من عذاب لمن كذب وأعرض وتعامى عن آية الإبدار المبكر في منتصف شهر رمضان، ولله الأمر من قبل ومن بعد.